وللمزيد من التفاصيل أيضا تنضم إلينا من المملكة الأردنية الهاشمية مراسلتنا آية السيد. آية، هل لك أن تطلعينا أو تضعينا على سير العملية الانتخابية في سفارة البحرين في عمان؟ نعم، منذ الصباح الباكر توجه المواطنون البحرينيون إلى سفارة مملكة البحرين في العاصمة عمان للإدلاء بصوتهم. طبعا تم فتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة 8 صباحا، وكانت الأعداد تتزايد مع وجود العديد من المواطنين. السفارة البحرينية بدورها قامت بالعديد من التسهيلات لإدلاء الناخبين بأصواتهم. العديد من الناخبين أشادوا بدور السفارة في التسهيلات التي تقوم بها، وكان حريصون جدا على تواجدهم والمشاركة في هذا اليوم الوطني لاختيار مجلس نواب والبلديات لعام 2018. الأعداد نستطيع القول بأنها متوسطة أو جيدة، وهناك احتمالية في الساعات القادمة لازدياد عدد الناخبين، خاصة أن أغلب المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية هم خارج العاصمة عمان، لأن أغلبهم طلاب في الجامعات فهم مقيمون في المحافظات المجاورة لعمان. لذلك هناك احتمالية كبيرة بأن تزداد أعداد الناخبين في الساعات القادمة. طبعا كما ذكرت صندوق الاقتراع تم فتحها في تمام الساعة 8 صباحا بتوقيت عمان، وستغلق في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت عمان. من جانبه سعادة السفير أخبرنا أيضا بأن هناك العديد من التسهيلات والخدمات التي تقدمها السفارة للناخبين لمعرفة كيفية الإدلاء بصوتهم، وهناك عملية تنظيمية تقوم بها السفارة من أجل ممارسة المواطن البحريني حقه الديمقراطي في انتخابات عام 2018. إضافة إلى ذلك نعم. إذن من الأردن مراسلتنا آية سيد، شكرا جزيلا لك.